إذا كان الاقتصاد هو الذي يتحكم في مصير الشعوب والأمم، فإن السياسة هي التي تقرر مدى استقرار النظام الدولي. إذا كان الصراع الاقتصاد يؤدي إلى الحروب، فإن السياسة هي التي تدير الأزمات وتعيد الاستقرار. إذا كان الاقتصاد هو حدد نوعية الحياة وجودة الحياة للمواطن، فإن السياسة هي أداته لتثبيت هذه الجودة وزيادة هذه الجودة. احنا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل بنحاول نفهم الطالب الأوضاع الاقتصادية الدولية حوله، ازاي يفهمها، ازاي يساهم فيها، ازاي يتنبأ بوقوعها، ازاي الطالب يقدر يجمع معلومات مختلفة من أماكن مختلفة من أحداث مختلفة ويربطهم ويطلع بيهم بتحليل جيد. طالب العلوم السياسية كيف يستطيع أن يكون سفيراً؟ كيف يستطيع أن يكون وزيراً؟ كيف يستطيع أن يعمل في مؤسسة استراتيجية أو إعلامية في مصر؟ يحلل إزاي الواقع السياسي؟ يربط العلوم السياسية نفسها اللي بيدرسها هنا بالسياسة نفسها. كمان طالب الإدارة العامة كيف يدير مؤسسة عامة أو خاصة؟ كيف يستطيع أن يدير الوقت ويدير الأزمة ويدير الصراع؟ كل ده بيحصل في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. احنا ما بنعلمش الطالب بس معلومات، انما كمان بنديله خبرات وبنديله مهارات، مهارات التفاوض، مهارات حل الصراعات، مهارات إدارة الأزمات، مهارات التفوق، الابتكار. اتعلمت حاجات كتير قوي، مش بس كلام في الكتب او حاجات في الكونتنت او حاجات ثيريز او حاجات كده، لا اتعلمت كمان هاو تو كوميونيكيت وذ ذا بيبل. احنا كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل كلية الوحيدة في مصر بهذا المعنى. FUE is the only private university in Egypt that has the faculty of economics and political science. بتنقسم ثلاث أقسام، اقتصاد وعلوم سياسية وإدارة عامة. احنا الكلية الوحيدة اللي بتدي بكالوريوس إدارة عامة. Here our students learn and gain knowledge in multidisciplinary topics. الطالب يدرس مواد العلوم السياسية والاقتصاد والإدارة العامة، علم النفس، علم الاجتماع. They gain a lot of interpersonal skills, a lot of intellectual skills, also problem solving and insight. استفدت كتير قوي، عرفت يعني ايه presentation skills، عرفت يعني ايه communication skills. المناهج عندنا في الجامعة بتاعت سياسة واقتصاد الفكرة فيها ان هي بتغير بني ادم، ان انت ما بتبصش للحاجة بطريقة عشوائية، انت بتبص لها بطريقة specific اكتر، بتقدر تحللها اكتر. في درجة عالية من الابداع، درجة عالية من التفكير، درجة عالية من العصف الذهني المستمر يوميا في جميع المحاضرات من ناحية، اللقاءات الجانبية من ناحية اخرى، اللقاءات الطلابية. We conducted a lot of scientific field visits to a number of governmental and civic agencies like Shura Council, National Council for Human Rights, People's Assembly, Arab League. هناك تدريب صيف للطلاب ايضا في وزارة الدولة للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، في بعض المنظمات غير الحكومية. هي هناك بيشوفوا على الطبيعة ما هي طبيعة اتخاذ القرار في هذه الأماكن. نزلت مثلا جامعة الدول العربية، دربت لمدة شهرين، فده وراني ازاي المنظمات الدولية بتشتغل. فبتحس ان انت بدأت تشوف الدنيا ماشية ازاي، بدأت تشوف انا لما هنزل اشتغل هعمل ايه. Also we host a number of models, simulation models like the model American presidency, model the United Nations. طلاب الكلية بيشتركوا في أنشطة دولية وعالمية مثل سولايا، بتفتح مناظرات وتواصل عبر الانترنت بين طلاب من 26 دولة. Using latest web conferencing technology, they are engaged in multicultural dialogue discussing regional and international social and political issues. اشتركت في برنامج اسمه السولية، ده كان عبارة عن ديالوج ما بين المجتمع الغربي وما بين المجتمع الإسلامي. بيعلم الطالب
الخبرة الدولية في المناظرات، النقاش العالمي، يعني طلبة من 26 دولة. Also, two of our students were selected to be facilitator for this program, and that's due to their outstanding performance in the program. فأنا أعتقد ده نموذج مهم بيخلق كوادر اتصالية مهمة. FUE values research and knowledge and always strive to create an environment that promotes academic excellence and opportunities for personal development. بنتعاون مع جامعات ودول أخرى، جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة لويزيانا ستيت في الولايات المتحدة الأمريكية، وإحنا في سبيل توقيع اتفاق لإصدار شهادة مشتركة مع بعض الجامعات الأمريكية، أوائل الخريجين في الأقسام الثلاثة يتم تعيينهم معيدين بالكلية، والجامعة ملتزمة بدعمهم مالياً للحصول على الماجستير والدكتوراه في حالة دراستهم في الخارج. الكلية حضر لها لجنة من الولايات المتحدة الأمريكية لمراجعة البرامج ومراجعة قدرات أعضاء التدريس ومراجعة نوع الطلبة. اجتمعوا مع تي ايز تيتشنج اسيستنتس، اجتمعوا كمان مع الطلبة وسألوهم عن رأيهم في الكورسات اللي بياخدوها أو المواد اللي بياخدوها، سألوهم عن رأيهم في المدرسين، سألوهم عن رأيهم في مستوى التعليم في الجامعة في الكلية عندنا بصفة عامة. الميزة إن عدد الـ students في الكلاس بيبقى قليل، العدد ما بيبقاش كبير قوي، فكل واحد بيقدر يعبر عن إن هو شايفه. البروفيسور نفسهم كانوا بيعاملوا بشكل فريندلي، وكتب التقرير بيسميه audit report، تقرير فيه إشادة بالكلية، لكن فيه أيضا بعض النصائح لتطوير الأداء بالكلية. طالب الاقتصاد والعلوم السياسية طالب ذو شخصية مميزة لديه القدرة على التواصل مع مستويات مختلفة من المجتمع، قادر على رصد المتغيرات وتحليل المعلومات والوصول إلى نتائج وحلول. Well, and all of these really are assets when he search for a career path, whether it's in public sector or even in the business community. خريجين بيشتغلوا في الجهات الاستراتيجية في مصر، خريجين بيشتغلوا في الإعلام وفي قنوات إعلامية مهمة. At the Faculty of Economics and Political Science, students are going to spend the most enjoyable 4 years, after which they are going to start a successful career path in the future. الدراسة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة المستقبل هي 4 سنوات من العلم والمتعة، والنتيجة هي خريج قادر على حل المشكلات، قادر على مواجهة الأزمات، قادر على تولي أرقى المناصب المحلية والإقليمية والدولية. أنا فخور إن أنا تعلمت في جامعة المستقبل واشتغلت مع ستاف طالب سياسية جامعة المستقبل حقيقي.